خبر النهارده اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه ان المرحله الاولى لسد النهضه تم ملئها بس خلاص. خبر النهارده قبل ما نطلع الهواء، المرحله الاولى من سد النهضه تم ملئها، اتملت. بقى بيقول لك الامطار هي اللي ملتها، تمام؟ يعني سد النهضه بقى واقع، وكل ما تتملي البحيره هناك كل ما يكون خطرها اكبر على الدوله المصريه وعلى السودان الشقيق. طيب تعال نشوف فيديو جديد بيظهر الشكل الحالي لسد النهضه، وازاي المياه بدات تتجمع، وازاي بقى في شكل للسد. وده عبر عنه طبعا وزير الخارجيه، وقال الان السد اصبح اثيوبيا، واصبح النيل اثيوبيا، واصبح بحيره. نهر النيل يا جماعه، وزير خارجيه السودان بيبشركم ان النيل بقى اثيوبي، وبقى مش بس اثيوبي كمجرى نهر، لا ده بقى بحيره اثيوبيه. دي اخر الفيديوهات الواصله من اثيوبيا، احتفالات، والتلفزيون الاثيوبي بيعرض بقى يعني احتفاليات وحاجه جامده جدا. يعني ورينا كده حاجه سريعه كده، الاحتفاليات اللي عاملينها الاثيوبيين للسد بنوا او بعد ما مالوا المرحله الاولى. وانا زيكم فهمت الزغروطة، بس واضح انه ده النهاردة الصبح على التلفزيون الاثيوبي وهما بيعلنوا ملء السد. وخليكم فاكرين الصورة اللي ورايا دي، واحد ما بقاش في الحكم الاثيوبي، والتاني بقى في السجن عمر حسن البشير، والتالت قال لكم انا ما ضيعتكوش ومش هضيعكم بعد كده، وقاعد في على كرسي الحكم في مصر، والناس مش هتلاقي تشرب قريب. طيب خبير موارد مائيه قال لنا ان اثيوبيا تسرعت بالاعلان عن ملء سد، ملء بحيره سد النهضه. المفروض تستنى شويه وتملى وبعدين تعلن الموضوع بعد كده. بعد ملء سد النهضه اثيوبيا اصبح لدينا بحيره ولن تعود مياها للنيل. ده كلام النهارده اللي اتقال على لسان الاثيوبيين، قالوا النيل بقى بحيره زي ما انتم شايفين اهو، بعد ملء سد النهضه على مصراوي اثيوبيا اصبح لدينا بحيره ولن تعود مياهها للنيل. خلاص كل سنه طيبين، كل واحد يدور على ميته ايه تسخن زي ما بيقولوا. احنا بقى كمصر عملنا ايه؟ خدنا قرارات جامده جدا. هنحرك بقى ايه؟ هنخلي في خط احمر وخط ابيض وخط اسود ونعمل علم. عملنا حاجه جامده جدا. قلنا ايه؟ قلنا على لسان محمد عبد العاطي وزير الري، اكدنا على ضروره تفعيل وتغليظ عقوبه الاسراف في استخدام المياه، سواء في غسيل السيارات او شر رش المياه بالشوارع. بصراحه احنا مش هنسكت لاثيوبيا. احنا اي حد هيغسل عربيته بميه النيل هنحاسبه، واي حد هيرش ميه قدام المحل كده ولا الجنينه ولا بيتهم في الحر ده هنحاسبه برضه. مش هنسكت لاثيوبيا ابدا، عشان الماسونيه وتركيا والصهيونيه والكائنات الفضائيه اللي اتكلمت عنهم معاها من شويه، دول طبعا هيجوا يساعدونا ان احنا نقف قدام اثيوبيا وتركيا. وقد اي كلام، يعني انا حاسس ان انا بقيت احمد موسى وانا بتكلم، اي كلام بيتقال.